الرئيس السيسي يؤكد الموقف المصري الرافض للعمليات العسكرية بغزة ويشدد على أهمية إنفاذ حل الدولتين. مصدر رفيع يؤكد استمرار مفاوضات هدنة غزة بالقاهرة وسط نشاط مصري لتقريب وجهات النظر. ورئيس الوزراء يؤكد أن ملفي الكهرباء وضبط الأسعار أولوية قصوى للحكومة ويشدد على تنفيذ توصيات الحوار الوطني. السادسة مساء الثالثة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم، بدايتها مع سمر الزهيري. أهلا بك سمر. أهلا بك يا لاء. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، والبداية من جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، ومشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب وضمان إنفاذ المساعدات الإغاثية. وخلال استقباله ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، أكد الرئيس السيسي ضرورة اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة، كما شدد على أهمية إنفاذ حل الدولتين في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ذكر أن رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية نقل في مستهل اللقاء تحية الرئيس بايدن إلى السيد الرئيس وتقدير الولايات المتحدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا استمرار التشاور والتنسيق بين الدولتين لصالح الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث تمت مناقشة آخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل لاتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكد السيد الرئيس في هذا الصدد الموقف المصري الرافض لاستمرار العملية العسكرية في القطاع، مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب وضمان إنفاذ المساعدات الإغاثية بما يكفي للتخفيف الحقيقي من الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون بالقطاع، ومؤكدا ضرورة اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة. كما شدد سيادته على أهمية إنفاذ حل الدولتين في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. من جانبه ثمن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا تقدير بلاده للمواقف المصرية الرشيدة والمسؤولة التي تدفع بقوة في اتجاه إرساء السلام والأمن والتنمية إقليميا ودوليا. أكد مصدر رفيع المستوى استمرار مفاوضات الهدنة بالقاهرة وسط نشاط مكثف للوفد الأمني المصري لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف. كما أشار مصدر رفيع المستوى إلى أن الوفد الأمني المصري يتجه غدا للدوحة في مهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل، وذلك للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت. وأشار مصدر رفيع المستوى إلى أن مصر أكدت مواقفها
ثابتة حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، موضحا أن هناك اتفاقا حول الكثير من النقاط واستئناف المفاوضات غدا بالدوحة والقاهرة بعد غد. إلى ذلك صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأنه تم تكليف الوزراء في أول اجتماع للحكومة بالعديد من الملفات، وخلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة بعد حلف اليمين الدستورية، وجه مدبولي شكرا لكل أعضاء الحكومة السابقة، مشددا على أن الدولة تعمل كفريق واحد حيث يتم التنسيق بين جميع الوزارات في جميع الملفات. الحقيقة النهاردة كان أول اجتماع للمجلس بعد إعادة تشكيله، ويمكن أنا حابب أن أنا أبدأ بأن إحنا يعني أعرض أهم الحقيقة التكليفات اللي أنا قمت بتكليف السادة زملاء الوزراء بيها في أول اجتماع. طبعا امبارح طبعا حضراتكم تابعتوا وتشرفت بكل تشكيل الوزارة بالتواجد في مجلس النواب وإلقاء بيان الحكومة، وتم تسليم برنامج الحكومة بالفعل للبرلمان علشان هتبدأ إن شاء الله اعتبارا من غدا كل اللجان النوعية في مجلس النواب لمناقشة البرنامج بإذن الله. الحقيقة طبعا كان وكنت حريص في بداية الاجتماع توجيه الشكر لكل زملائي من أعضاء الحكومة السابقة على الجهد الغير مسبوق اللي قاموا به في ظل تحديات كبيرة جدا، وانتقلت بعدها طبعا للكلام مع السادة الوزراء، لأن طبعا عدد كبير من السادة الوزراء، الغالبية العظمى من السادة الوزراء الآن في المجلس هم جدد ولم يسبق لبعضهم طبعا العمل في العمل الحكومي أو العمل في هذه المناصب القيادية. كان التأكيد طبعا على مجموعة من الثوابت، إن إحنا كدولة بنشتغل كلنا بفريق واحد والحكومة كلها بتشتغل فريق واحد مع بعضها البعض. صحيح كل وزير هو معني بملف خاص بيه، ولكن في النهاية لازم العمل الفريق العمل الجماعي هو ده اللي بيدي التأثير الإيجابي للمواطن على الشارع، إن هو بيحصل التنسيقات العرضية ما بين السادة الوزراء وبعضهم البعض، لأن هو ده الأهم. يعني ما فيش تقريبا القضايا الرئيسية بتبقى أحيانا كثيرة بتبقى مرتبطة بعمل أكثر من وزارة مع بعضها البعض، وبالتالي الموضوع مش فقط معتمد على عمل الوزير منفرد، ولكن على قدرته على العمل بتكامل وتنسيق مع بقية زملائه جوه الحكومة. وشدد مدبولي على أن ملف الكهرباء وضبط الأسعار يمثل أولوية قصوى للحكومة. أهم مشكلتين المواطن النهاردة نفسه أو يشعر إن هو وضعنا ليهم حلول سريعة، مشكلة الكهرباء وموضوع ضبط الأسعار، ودول أولوية قصوى للحكومة بكل كوادرها ان احنا نشتغل على هذا الموضوع. فانا حبيت ان انا يعني اوضح هذه النقاط، وكنت بوضحها بصورة واضحة جدا للسادة الوزراء. كما اضاف رئيس الوزراء ان هناك مستهدفات واضحة لكل وزير لتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة، منوها باهمية خروج توصيات المجموعات الوزارية لانهاء القرارات والاجراءات العاجلة. هي ايضا اتكلمت معاهم على البرنامج، وان احنا البرنامج مصداقية الحكومة وثقة المواطن هتطلع من ان احنا كل ما ان احنا هنلتزم بيه جوه البرنامج يكون قادرين على تنفيذه ومتابعة تنفيذه على الارض، وبالتالي كل وزير هيبقى له في اطار البرنامج المستهدفات الواضحة اللي هيبقى هو ملتزم بيها، وهبقى بنتابعه كمجلس وزراء واليات كثيرة وضعناها لمتابعة الاداء. ده غير ان احنا بنرفع تقاريرنا كل 3 شهور او كل 6 شهور لمجلس النواب والمكتب فخامة الرئيس علشان نؤكد على حجم ما تم انجازه من البرنامج، لكن سيكون هناك متابعة مش عايز اقول اسبوعية، متابعة شهرية لما يتم تنفيذه على الارض من برنامج الحكومة، علشان زي ما قلنا احنا ما قدمناش رفاهية الوقت، عايزين نتحرك بسرعة جدا وعايزين المواطن يلمس في اسرع وقت الإنجاز على الأرض فيما يخص القضايا اللي بتمس حياته. لأن يمكن إحنا ركزنا جدا في البرنامج على التعامل مع مشاكل المواطنين، مع مجموعة من المحاور اللي إحنا يمكن حطتها وعرضتها مبارح في البرنامج 4 محاور رئيسية، لكن كل محور منهم، وده يمكن إحنا ما اتكلمتش فيهم في البيان، كل محور مترجم لمجموعة من البرامج ومجموعة من المشروعات هيبقى هو اللي من خلالها بنتابع الكلام ده على الأرض وبيتنفذ إزاي.
أضاف مدبولي أن الهدف من عمل برنامج الحكومة لمدة 3 سنوات هو تنفيذ خطة عمل على مدى قصير. بعض التساؤلات، ويمكن على طول تابعت، كان بعض الناس بيقولوا هو برنامج الحكومة ليه 3 سنين؟ احنا اللي احنا عملناه ان احنا وضعنا رؤية لغاية 2030، لكن في ظل الحجم عدم اليقين اللي بقى موجود في العالم النهاردة، يعني ما نقدرش النهاردة اضع خطط لمدى زمني بعيد. الاوقع والاكثر منطقية في ضوء عدم اليقين وعدم الاستقرار اللي بيحصل وكل يوم فيه جديد ان تضع خطة على مدى قصير، واحنا عشان كده اخترنا نصف، يعني نقدر نقول قسمنا الفترة الرئاسية اللي هي 6 سنوات لغاية 2030 الى نصفين. النصف الاولاني اللي هو 3 سنين يكون تركيزنا على تنفيذ مشروعات بعينها بتحقق الرؤية كلها، ولكن حاطين مستهدفات لغاية 2030. وده الشيء الطبيعي ان اي حكومة النهاردة لما بتيجي بقى تحط برنامج بتحطه بفترة زمنية ما بين 3 الى 4 سنوات على الاكثر. فكانت النقطة ان احنا عايزين نركز قوي اول 3 سنين ببرامج تنفيذية واضحة، مستهدفات واضحة تبدأ تتحقق من الشهور الأولى، المواطن يلمسها، ومداها الزمني زي ما بقول لحضركم 3 سنين. ده لا يمنع ان بعد مرور أول سنة أو أول 18 شهر وابتدت الرؤية تتضح أكثر، إننا نبدأ نضع خطوات تنفيذية وبرامج تنفيذية لبقية المدة الرئاسية. فهي بتبقى لازم الحكومة تضع نصب أعينها فترة زمنية محددة نحاول نخلص فيها أكبر حجم من المشروعات. هذا ولفت مدبولي إلى ضرورة التواصل المستمر مع جميع أطياف الدولة المصرية ومع وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على التواصل المستمر مع مجلسي النواب والشيوخ، حيث سيتم متابعة التزام الوزراء مع مجلس النواب. أهم شيء طبعا أكدت عليه ضرورة التواصل المستمر مع كل أطياف الدولة المصرية، بديا طبعا التواجد، وأكدت على التواجد مع مجلس النواب، الحرص الكامل على الالتزام بحضور الجلسات العامة وحضور اللجان النوعية من السادة الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، يبقى في تواصل مستمر مع البرلمان بكل بغرفتيه، سواء مجلس النواب طبعا ومجلس الشيوخ أيضا. لازم الوزراء بنفسهم يبقوا متواجدين علشان يبقى دايما هذا التواصل موجود، وحنبقى بنتابع أيضا الالتزام الوزراء بالتواجد في هذا الموضوع، لأن ده شيء مهم جدا. الشيء الآخر طبعا اللي أنا أكدت عليه ضرورة التواصل مع كل وسائل، يعني مع الوسائل الإعلام المختلفة، وإن كل وزير يبقى معاه فريق محترف بيبقى بيقدر إن هو يحضر له الملف الإعلامي، ويبقى إزاي الرسائل إن هو قادر على إيصال الرسائل المهمة لكل المواطنين، وناخد دايما الموضوع بقدر الإمكان بصورة استباقية. المواطن دايما لما هنبدأ بنشرح له المشاكل والتحديات وبنقول له احنا كدولة بناخد خطوات ايه، هيتفهم معانا اي اجراءات الدولة من شأنها انها تاخدها، بدل ما بيفاجأ بموقف ويبدأ يبني يعني موقف على هذا الشكل ويبدأ احنا ناخد سيادة رد فعل. لا، يبقى احنا بنبادر بقدر الامكان وبنعرض اي تحديات بصورة منتظمة، ويبقى دايما بنحط المواطن وكل وسائل الاعلام معانا في الصورة في هذا الشأن، وبالتالي برضو وضعنا معاهم آلية علشان نقدر ان احنا نتحرك في هذا الموضوع. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق بين الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني لتنفيذ توصياته. أكدت على ضرورة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وان الآلية لهذا الموضوع هنشتغل عليها إن هنبدأ نقعد مع مجلس أمناء الحوار الوطني، وهنبدأ ناخد التوصيات اللي كانت خرجت بها المرحلة الأولى، ودي كانت مقسمة إلى محاور متخصصة، وهيبدأ كل وزير أو مجموعة وزراء معنيين بتنفيذ توصيات محور بعينه هيبدأوا يقعدوا مع مجلس الأمناء ويترجموا هذه التوصيات إلى خطط تنفيذية بتوقيتات محددة، وهتابعها بنفسي أنا شخصيا على هذا الموضوع علشان نتأكد فعلا إن إحنا بنضع هذه التوصيات المهمة جدا، لأن هذه التوصيات خرجت زي ما قلت من في أكتر من يعني من مجال، دي بتمثل أطياف المجتمع المصري كله، وبالتالي مش فقط طبعا الحوار الوطني، ولكن هنبقى حريصين على التواصل مع كل الآليات اللي النهاردة موجودة اللي هي بتمكن الحكومة أنها تتواصل مع المواطن ومع كل من يمثل المواطن في خلال الفترة القادمة.
ونوه رئيس الوزراء بأن ملف الصحة يمثل أولوية كبيرة للدولة، منوها بأن الدولة تعمل على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بالكامل. الملفين دول، ملف الصحة والتعليم، في منتهى الأهمية. الدولة احنا عملنا جهد كبير جدا على مدار الأربع أو خمس أو ست سنوات الماضية في تحديث المناهج ووضع شكل جديد للمناهج التعليمية، وده وضعه يعني كان السيد الوزير دكتور طارق شوقي. لما تغير الدكتور طارق احنا ما تغيرناش، احنا فضلنا على نفس المنهجية. الدولة بتنتهج توجه معين، كان احنا بنتكلم تحديث مناهج لازم يحصل، اتعمل هذا التطوير والتحديث. كل تركيزنا النهاردة وضع الآليات الكفءة والفعالة لتنفيذه على الأرض بطريقة سليمة. وعشان كده يمكن ده اللي أنا عايز أأكد عليه، إحنا ما بنقعدش نغير مسارات، ولكن حتى لو اتغير الأشخاص إحنا واخدين مسار معين ومشين عليه. اللي بيتغير هو تكتيك بتاع التنفيذ بتاعه، بنلاقي إن في عراقيل على الأرض محتاجين إن إحنا نطور، نسرع الخطى بالتنفيذ عشان نحقق المستهدف من هذا الموضوع. موضوع الصحة، وده شيء مهم جدا، احنا يهمنا جدا النهاردة نسرع الخطة بصورة كبيرة جدا في وضع منظومة التأمين الصحي الشامل على الأرض انها تتنفذ. طب احنا نفذنا في عدد من المحافظات. النهاردة كنت بتكلم مع السيد طبعا معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان على ان احنا لازم نعلن بأسرع وقت على المجموعة الجديدة من المحافظات اللي هنبدأ نفعل فيها المنظومة. قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من قانون المرافق الصحية هو تقديم الخدمة بشكل أفضل لكل المواطنين، مؤكدا أن الدولة تعمل على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل كامل. هل هو النقاش المقصود كان بقانون التزام المرافق العامة بالنسبة للمنشآت الصحية؟ طيب خلينا نتكلم فيه. الموضوع ببساطة شديدة، وخلينا يعني أنا هتكلم بمنتهى الشفافية. احنا بنصرف مئات المليارات على تطوير المنشآت، صح ولا لا؟ حضراتكم بتشوفوا بننشئ حجم هائل من المستشفيات، ونفس الكلام لمنشآت اخرى تابعة للدولة. مشكلتنا الحقيقية كحكومة، وعلى فكرة دي مش مشكلة الحكومة المصرية بس، مشكلة الحكومات بصفة عامة، هو الادارة الاستدامة الادارة الناجحة للمنشآت دي بعد ما بنكون خلصناها. احنا بنحط استثمارات ضخمة، بننشئ المباني، بنشتري اجهزة بالعملة الصعبة بنحطها وتبقى احدث اجهزة. المشكلة بتاعتنا هي الادارة ومنظومة الادارة والتشغيل بعد كده، وانك انت تضمن ان بعد اربع خمس سنين لما تروح المستشفى دي تلاقيها بالظبط زي ما كانت يوم الافتتاح، وتشوف فيها نفس العدد من الاستاف، وتشوف كفاءة الخدمة. انا بقولها لحضرتك، احنا كحكومة او الحكومات بصفة عامة مش شرط انها تبقى ناجحه في هذا الموضوع. فكانت الفكره كيف نشرك معانا القطاع الخاص في اداره وتشغيل هذه المنشآت بما يضمن للدوله اللي انا بقوله استدامه الجوده بتاعه الخدمه في هذه المنشآت الى ما لا نهايه. طب هل الكلام ده هيجي على حساب المواطن البسيط؟ بالتاكيد لا، لان العقود اللي بتتعمل في هذا الموضوع بتنص صراحه على ان المواطن اللي بياخد كان الخدمة سواء بدون مقابل أو مقابل رمزي هيفضل ياخدها في هذه المستشفى. ده بالعكس، ده هيبقى القطاع الخاص بيضمن، ودي العقود هتبقى بتتعمل كده وبتتعمل كده، إن زي ما بيدخل أنا آسف الغني وبياخد نفس الخدمة، المواطن محدود الدخل هياخد هي نفس الخدمة. كما أضاف مدبولي أن اختيار أعضاء الحكومة الجديدة تم بناء على رؤية وتقييمات وتنسيق بين جميع أجهزة الدولة، مشددا على أن معيار الكفاءة والقدرة على الإدارة كانت أهم معايير اختيار الوزراء الجدد. بالتأكيد بيبقى بيشارك فيه كل المؤسسات المعنية في الدولة، يعني بيبقى فيه توجه من رئيس الوزراء نفسه المكلف، بيبقى أحيانا هو بيرشح عدد من الشخصيات اللي هو يعرفهم بحكم تعامله واحتكاكه على مدار هذه الفترة، وده اللي بيحصل. وفي نفس الوقت بيطلب في ملفات أخرى رأي الجهات اللي موجودة في الدولة. وهنا في الحالة دي الجهات بتبقى بتعمل ايه؟ بتجيب تقييمات لمرشحين من كل المجالات، وهنا بيبقى بناء على الرؤية بنبقى عايزينهم سواء من جوه الحكومة نفسها أو من خارج الجهاز الحكومي. وبالتالي
اللي بيتحط قدام رئيس الوزراء المكلف سبقت الخبرة بتاعة المرشحين في كل وزارة. احنا بنقراها بنشوف ايه هي سابقة الخبرة بتاعة هذا الموضوع، لكن اللي يعنيني النهاردة في الملفات وارجو يعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، معيار الكفاءة والقدرة على ادارة ووضع رؤية واضحة جدا للملف اللي هو هيتولى مسؤوليته. ودي كانت اهم شيء بالنسبة لنا او بالنسبة لي انا كرئيس وزراء. انا بقعد ابص واستعرض سابقة الخبرة بالتأكيد. الشيء المهم للحالة اللي حضرتك بتقولي عليها وأثيرت الشهادات من الأول، هل هي شهادات سليمة ولا شهادات غير سليمة؟ التأكيد اللي أنا بأكده لحضرتك، لا هي شهادات سليمة وموثقة ومعتمدة من جهات، إنما هل هي معتمدة أو معترف بها جوه المجلس الأعلى للجامعات المصري ده قول آخر. لكن خلينا أرجع لحاجة أهم، هل النهاردة ده بيبقى شيء شرط أساسي إن أنا أختار المرشح إن هو لازم يبقى معاه هذه الشهادات؟ بالتأكيد لا. الأهم بالنسبة لنا القانون المصري بيقول إنه بيبقى راجل خريج وعنده خبرة عملية وعنده شهادة يعني معتمدة أو شهادة جامعية أو مؤهل عالي، فالموضوع ده بيبقى متحقق. وأضاف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد القدرة على حل مشاكل ملف التعليم، خاصة ملفي نقص الفصول والمعلمين. وأضاف مدبولي أن شهادات وزير التربية والتعليم سليمة وموثقة ومعتمدة، وذلك برغم ولكن الاعتراف بها من المجلس الأعلى للجامعات أمر آخر. إحنا حكومة تحديات، الحكومة الجديدة حكومة تحديات، وبالتالي أنا محتاج الوزراء من أول يوم عارف الملف كويس، هيبدأ يشتغل، هيعرف يتواصل إزاي، هيبدأ يحل المشاكل اللي موجودة في الملف بتاعه إزاي. المعني بالحضرتك سألتيه مع وزير التربية والتعليم عارف كويس قوي الفجوة، وكلمني الفجوة اللي عندنا قد إيه، قال لي الموضوع مش موضوع نقص عدد فصول بس، أنا أقدر أحل المشكلة بالطريقة الغير تقليدية 1 2 3 4، هعرف إزاي أشغل المدارس القائمة بطريقة معينة، هتعامل إزاي مع مشكلة المعلمين، هعرف إزاي أتحرك في موضوع المراكز الموازية اللي احنا بنقول عليها اللي بتدي الدروس الخصوصية. وضع رؤية كاملة، قال لي أنا هعرف أتحرك إزاي في هذا الملف. قابلنا 1 و2 و3 و4، وبالتالي بيبقى التقييم الاطمئن، او بنحاول مع كل الملفات ان احنا بنختار الوزراء اللي قادرين ينزلوا بصوره فوريه يتعاملوا مع الازمه ازاي يتحركوا فيها، ويبقى من اول يوم يقدر يدي مردود ايجابي في الشارع. هو ده كانت يعني الفلسفه، ازاي ان احنا بنحاول نختار مجموعه مع بعضها البعض يتحركوا من اول لحظه، لان يمكن انا قلتها ما عندناش رفاهيه الوقت، ما عندناش رفاهيه ان نقول للناس استنوا علينا عقبال ما نفهم الملفات ونجيب حد ممكن يكون يعني مؤهلاته كبيرة جدا ولكن في نفس الوقت غير ملم بصورة كافية بالملف. فبتبقى هي دي الفلسفة، ازاي ان احنا نجيب مجموعة ملمة جدا بالمشاكل عندها رؤية واضحة وعندها خطة تنفيذية ناوية تنفذها عشان تحقق هذا الموضوع. كما أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على هيكلة ورقمنة الوزارات، مشيرا إلى أن حجم الجهاز الحكومي متضخم لكن تم خفض عدد موظفيه. هو طبعا موضوع الإصلاح الإداري هو يعني يمكن اتكلمنا فيه، هو موضوع تطوير الأداء الحكومي، إزاي الإسراع بموضوع الهيكلة بتاعة الوزارات كلها، وده يمكن كان أحد الملفات اللي اتكلمت فيها مع السادة الوزراء. الأهم هو الإسراع بدخول في منظومة الرقمنة والتحويل الخدمات بقدر الإمكان إلى خدمات مرقمنة، وتحسين الأداء في عملية التواصل ما بين الحكومة والمواطن. ده كلها ملفات النهاردة شغالين عليها. الأهم هو رفع كمان كفاءة الكوادر البشرية اللي موجودة في الحكومة. النهاردة احنا يمكن كنا واخدين نهج معين الفترة اللي فاتت على مدار سنين كتيرة، بإن احنا قللنا طبعا موضوع التعيينات في الحكومة، وده بسبب ان كان حجم الجهاز الحكومي في الدولة كلنا عارفين متضخم جدا. ففعلا نجحنا
في خلال السنوات الماضية ان احنا ننزل بالعدد بتاع الجهاز الحكومي، ولكن النهاردة في نفس الوقت ابتدى مقابل هذا الكلام في تحديات ان في بعض الكوادر المتخصصة تحديدا بقى فيها نقص. الكلام ده ازاي نقدر ان احنا نعوضه؟ من خلال الميكنة او الرقمنة، وان ازاي يتم اختيار وتأهيل وتدريب الكوادر الجديدة اللي احنا نقدر ندخها في دماء الجهاز الاداري للدولة. يعني على سبيل المثال احنا بنتكلم ان احنا ملتزمين ان احنا نعين كل سنة 30,000 معلم. طب ازاي ان احنا نضمن ان 30,000 دول لما يدخلوا فين واماكنهم هتبقى فين، والاهم هيبقوا ازاي مستوى تدريبهم عشان يؤدوا الخدمة للمواطن، لان دول اللي فعلا بيأثروا على مستقبل البلد دي. الطفل اللي هيطلع ويقابله معلم مؤهل هيفرق كتير قوي من ان هو يتعلم من معلم غير مدرب، وده اللي هيبقى بنتكلم بقى على مستقبل مصر بحقيقة. أوضح رئيس الوزراء أن الموارد الطبيعية للدولة ومنها المياه تمثل تحديا، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على حجم هائل من المشروعات في ملف المياه. احنا عندنا هنا في مصر تحدي مهم جدا لازم كلنا كمصريين نبقى واخدين بالنا منه، الموارد الطبيعية للدولة المصرية، وعلى رأسها قضية المية. قضية المية يعني لنا ان احنا نتخيل ان نفس كمية المية اللي بتجيلنا هي ثابتة بقالها عشرات السنين، من 60-70 سنة، يعني وقت ثورة 52 احنا هنحتفل بعد ايام قليلة بذكرى ال 72، كان عدد سكان مصر اقل من 20 مليون، كانت نفس كمية المية موجودة. وكمية المية احنا بنربطها بان المية طبعا يعني وربنا قالها وخلقنا من الماء كل شيء حي، كانت الارض الزراعية، وبالتالي كان نصيب الفرد من 70 سنة من الأراضي الزراعية أكبر بكتير، فكنا قادرين إن إحنا نلبي له يعني الاحتياجات والأمن الغذائي والكلام ده كله. فبالتالي لنا أتخيل نفس كمية المية النهاردة بدل ما كانت بنتوزع على 20 بقت لمية وعشرة ومية وخمستاشر، فبقى عندنا تحدي في هذا الموضوع، عمالين شغالين على حجم هائل من المشروعات لإعادة تدوير المية. وكلمنا مبارح على الموضوع الأمن المائي وإزاي تأمين احتياجات مصر من المية، لكن نفكر كده مع بعض، طب لو بقى عدد السكان 150 و200 مليون هنعمل ايه؟ طيب ايه الحل؟ الحل ان احنا نحتاج فترة زمنية معينة يحصل نوع من التنظيم للزيادة السكانية تمكن الدولة الفجوات اللي موجودة النهاردة تسدها. كما أضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة واضحة لتقليل حجم الدين الأجنبي والمحلي، لافتا إلى أن هدف برنامج الحكومة خلال 3 سنوات هو النزول بحجم الدين بصفة عامة. احنا طبعا لدينا رؤية واضحة جدا وكلمت عليها على السيطرة على الدين الإجمالي للدولة، وبيشمل الدين المحلي والدين الخارجي. وعايز أقول لحضراتكم الأرقام، يعني إذا تابعتوا يمكن لسه هيعلنها البنك المركزي، كان آخر أرقام معلنة كانت ديسمبر 23، الأرقام مارس الدين الخارجي نزل بأرقام كبيرة ورقم كويس، وإن شاء الله اللي أنا بقوله إن لما هنخلص أرقام 30/6 ونعلن عنها المصريين هيشوفوا إن في انخفاض كبير جدا للدين الخارجي، أنا بأكد لحضرتك. وده طبعا مصحوب بكل الخطوات الإصلاحية اللي قامت بيها الدولة الحمد لله الفترة الأخيرة، والاستثمارات اللي دخلت جوه الدولة من خلال مجموعة كبيرة من الصفقات اللي تمت بنجاح. احنا ان شاء الله عندنا تارجت واضح جدا ومحطوط بالتفصيل في برنامج الحكومة لـ3 سنين الجاي، ازاي انزل بالدين كله على بعضه بشقيه، الدين الاجنبي والدين المحلي. السنة الجاية هينزل قد ايه، السنة اللي بعدها هينزل قد ايه، والسنة اللي بعدها في الـ3 سنين قد ايه، وعندنا الرؤية لغاية 2030 ايضا هينزل لغاية قد ايه. لكن احنا هنشتغل بخطة تنفيذية واضحة، 24-25 هينزل كام، ولغاية 26-27 هينزل كام. ده اللي انا عايز اكد عليه واطمن حضراتكم بهذا الموضوع. وأضاف مدبولي أن الحكومة تقوم بتجربة لوقف تخفيف أحمال الكهرباء لمعرفة الاحتياجات اليومية من الوقود. هو اللي حصل أن أنا طلبت وكلفت من السادة الوزراء في سبيل أن احنا نصل للمستهدف اللي هو زي ما قلنا الأسبوع الثالث، نبدأ نجري تجارب على الأرض
لو أنا وقفت قطع الكهرباء، الاحتياجات اليومية الحقيقية والدقيقة للوقود قد إيه؟ علشان نبقى إحنا مجهزين. إحنا أعلننا عن شراء شحنات، وأعلننا وقلنا إن الشحنات دي عشان نعدي بها الصيف، وبتابعها يوميا مع السادة الوزراء، الشحنات بتصل تباعا. فاللي طلبته منه إن طيب خلينا نجرب إن نشوف أقصى حمل أو النهاردة في ضوء يوم عادي زي ده، هيبقى لو وقفنا تخفيف الأحمال هيبقى الاحتياجات انتهى اليوم باستهلاك قد إيه وقود، عشان أقدر يعني في تقديرات والأرقام قالتها لنا الكهرباء والبترول، لكن حبينا نشوفها على الطبيعة عشان نتأكد تأكيد بقى، يعني زي ما بنقول يعني تجربة عينية على الأرض وتجربة واقعية فعلا حجم الاستهلاك النهاردة قد إيه، عشان يبقى بنيين لما بنقول هنطلع اعتبارا من الأسبوع الثالث ونقول فصل الصيف هنوقف في قطع الكهرباء، يبقى بالضبط مأمنين أنا عايز أقول بالطن الاحتياجات بتاعتنا. فهو يمكن كان عشان كده بدأت هذه التجربة النهاردة، لكن مش معنى كده ان احنا وقفنا اعتبارا من النهاردة، ده اللي انا بأكد عليه، لكن النهاردة كانت فعلا تجربة واقعية على الارض عشان نقيس بالضبط احتياجات الدولة ايه، عشان لما ان شاء الله نطلع من الاسبوع الثالث نبقى مطمئنين ان فترة الصيف هنبقى قادرين على تجاوزها من غير اي مفاجآت ان شاء الله تحصل بإذن الله. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مشكلة نقص بعض أنواع الأدوية في الأسواق سوف تنتهي خلال الأسابيع القليلة القادمة، والتي كان السبب بها هو استيراد المواد الخام من الخارج. المشكلة الحقيقية إن هذا تسعير الأدوية في مصر، إحنا عارفين كويس قوي الدولة حريصة جدا 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 على تثبيت سعر الدواء، وكنا بنتدخل وبنحط أسعار وتسعيرة للأدوية، وعشان كده أكيد حضراتكم عارفين كويس قوي إن سعر الدواء المصري بيعتبر يعني عايز أقول من أرخص دول العالم فيما يخص سعر الدواء، وكنا نتيجة لذلك بنواجه بأعمال تهريب أحيانا للدواء المصري، وبنضبط هذا الكلام وزارة الداخلية والمؤسسات التعب للدولة نتيجة لأن الناس عارفة إن قيمة الدواء ده برا ممكن يبقى بيتباع مش عايز أقول أبالغ 20 و30 و50 ضعف. طيب احنا كنا قادرين بالحقيقة بمنتهى الامانة بالتنسيق مع شركات الادوية القطاع الخاص ان احنا بنصل الى عملية التوازن، لكن في الاخر الدواء اللي بيحكمه ان المادة الخام بتاعة الدواء نفسها اللي بتدخل في صناعة الدواء بيتم استيرادها، ومعروف ان في دول محددة بالاسم مش عايز اقول يعني يمكن معروف ان المواد الخام بتاعة اللي بتطلع لكل ادوية العالم، انا مش بتكلم فقط على مصر، بتطلع من دول معينة أو نتيجة لتوافر هذه الموارد الطبيعية فيها بيدفع بالدولار. طيب احنا كنا قادرين مع هذه الشركات على أساس ان احنا كنا بنعمل ايه، كنا بندبر لهم حتى في وقت ما كان في سعر موازي لسعر الصرف، كنا بندبر لهم السعر الرسمي للدولار بنديهولهم بالسعر الرسمي في مقابل ان هو بيعمل هذا الكلام. طب النهاردة بعد ما عملنا الإجراء التصحيحي وبقى الحمد لله في سعر واحد للدولار، وبيقول السعر ده زاد عليا، فبقيت النهاردة أنا مضطر إن أنا بستورد المادة الخام السعر زاد، فبقى النهاردة أنا بخسر في إنتاج الدواء أنا بخسر. فالنهاردة عشان كده اللي احنا عملناه معاهم وتم الاتفاق عليه إن هيبدأ يحصل تحريك محسوب جدا وبنسب مقبولة للأدوية بتاعتنا. طب الفترة كانت البينية هو غصب عنه ابتدى يحصل نوع من مش قادر يجيب المادة الخام بالموضوع لأنه هيخسر، فابتدى يحصل نقص في عدد من الأدوية. تدخلنا بهذا الموضوع، هيئة الدواء اتفقت مع كل شركات الأدوية وبقت في خطة موضوعة لتحريك محسوب ومعروف لبعض زي ما بنقول المجموعات الدوائية من هنا لغاية آخر السنة مع كل الشركات عشان تضمن ان نضمن تاني نرجع وما يبقاش في اي نقص في الادويه ان شاء الله في خلال الفتره الجايه. كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد تراس اول اجتماع للحكومه الجديده بعد حلف اليمين الدستوريه، استهله بتقديم خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على منحه الثقه في تشكيل الحكومه الجديده، متعهدا ببذل الحكومه قصارى جهدها من اجل استكمال مسيره التنميه التي بداها الرئيس في مختلف ارجاء الجمهوريه. وخلال الاجتماع طلب مدبولي الوزراء والمحافظين الجدد بالعمل
يعمل بكل جدية وتفان من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الدولة، انطلاقا من أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول لمختلف المشكلات والأزمات التي تواجه مسيرة التنمية المستدامة في البلاد. وفي هذا الإطار شدد مدبولي على أهمية التعامل الفوري مع المشكلات التي تواجه ملفات عملهم، وأن تكون القضايا المجتمعية تشغل الأولوية القصوى في العمل، مؤكدا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية ستعمل على المدى القصير في ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، والسعي بكل الجهود الممكنة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية. كما أكد مدبولي ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية وفقا للتوجيهات الرئاسية. وفي هذا الشأن أيضا وضرورة الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية وتخصيص أيام محددة للقاء النواب، وضرورة التواصل المستمر مع وسائل الإعلام المختلفة لشرح التحديات وتوضيح أي قرارات وما يثار من شائعات. أصدر دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارين بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية وكذا المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك اتصالا بما سبق وأعلنه رئيس الوزراء في استهداف الحكومة الجديدة التوسع في استحداث مجموعات وزارية متخصصة كخطوة فاعلة نحو بحث الموضوعات المختصة بكل مجموعة بشكل أدق من جانب الجهات ذات الصلة، وكذا اتخاذ الإجراءات بصورة أسرع بما يضمن كفاءة العمل الحكومي. ووفقا للقرار تختص المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بإعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة ببناء الإنسان، وعلى الأخص في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة والخطاب الديني، وكذا متابعة تنفيذ منظومة الربط بين التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التكنولوجي واحتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية بهدف تأهيل الكوادر المصرية اللازمة لها. كما نص قرار تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على أن تجتمع مرة كل أسبوع على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، بناء على دعوة من رئيسها، وتكون رئاسة المجموعة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره. ويكون للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسها، وتعد المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تقريرا دوريا تعده بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء. أكد مصدر حكومي أنه لم يتم تحريك أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أنه في حالة التحريك سيتم الإعلان من الحكومة. وأكد المصدر أنه يتم العمل حاليا على وقف تخفيف الأحمال، وذلك في الأسبوع الثالث من يوليو الجاري. نفت شركة سيمنز للطاقة الادعاءات غير الصحيحة التي تم تداولها مؤخرا في بعض وسائل الإعلام وعدد من منصات التواصل الاجتماعي، إذ تود شركة سيمنز للطاقة أن تؤكد التزامها الكامل في دعم ومساندة الحكومة المصرية في توفير الكهرباء المستدامة لشعب مصر. كذلك فإن الشركة تؤكد على أن محطات الكهرباء التي تقوم شركة سيمنز للطاقة بتشغيلها مستمرة في العمل على توليد الكهرباء المطلوبة من قبل وزارة الكهرباء، ولا يوجد لدى الشركة أي نية لوقف الأعمال بأي من تلك المحطات. الجدير بالذكر أن المدفوعات المستحقة لشركة سيمنز للطاقة تسير وفق ما هو متفق عليه مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفقا لما صرح به أشرف حماسة المدير التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة بمصر. نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية الحلقة السادسة من بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد على ملاعب وادي الفروسية للشرطة. بعد النجاحات التي حققها وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية في استضافة بطولات الفروسية محليا ودوليا، استضاف الوادي بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية.
الوادي الذي يتمتع بإطلالة ساحرة على بحيرة عين الحياة بمنطقة عين السيرة بالفسطاط شهدت ملاعبه ذات المقاييس الدولية منافسة كبيرة بين الفرسان في ظل الأجواء التنظيمية التي وفرتها لهم وزارة الداخلية. كل الخدمات متوفرة والبطولة النهاردة رائعة، والحقيقة كل ده بيأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير الأجواء المناسبة لرياضة الفروسية. نشكر طبعا وزارة الداخلية على التنظيم وعلى الملاعب الممتازة، وبنشكر طبعا رئيس الجمهورية لاهتمامه بالرياضة الفروسية عامة. ده من أحسن ملاعب الكلة اللي موجودة في مصر، عشان كمان الإضاءة اللي فيه وكل التجهيزات اللي موجودة بتخلي الموضوع سيف قوي لكل اللعيبه، وكمان نقدر نتفرج براحتنا على كل الالعاب الموجوده. نشكر وزاره الداخليه ورئيس عبد الفتاح السيسي على هذا العظمه. ما شاء الله نادي كبير يقدر يستوعب بطولات عالميه وبطولات كبيره. يمتلك الوادي تجهيزات متطورة لإنجاح أي بطولة تقام على أرضه، من فندق لإقامة اللاعبين وأسرهم واسطبلات بتجهيزات بيطرية لإراحة وإقامة الخيول وتوفير خدمات للجمهور واللاعبين أثناء البطولات، فضلا عن ما يتمتع به من غرفة تحكيم مصممة لرؤية جميع الملاعب. النادي لما تجدد طبعا بقى حلو جدا للبطولات المحليه والبطولات الدوليه، وبقى مؤهل ان هو يشيل بطولات دوليه، واتعملت فيه تصفيات كاس العالم وكانت على اعلى مستوى. الاراضي فعلا هنا يعني مجهزه بشكل كويس، والاراضي واسعه والاضاءه كويسه. وزاره الداخليه قدرت تحقق حاجات احنا قبل كده ما كناش بنشوفها ولا شفناها. انا بشكر وزارة الداخلية، وطبعا بشكر السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي على اهتمامه برياضة الفروسية. انا بشكر وزارة الداخلية المصرية على صراحة يعني على المكان الرائع والممتاز، فاجتهاد ظاهر صراحة، وهم مهتمين بالديتيلز. يستمر الوادي في نجاحاته في استضافة بطولات الفروسية منذ ان قامت وزارة الداخلية بتطويره إسهاما منها في الارتقاء بهذه الرياضة. في أقل من 24 ساعة نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط التشكيل العصابي مرتكب واقعة محاولة سرقة عقار تحت الإنشاء ببدر، وذلك استكمالا لجهود أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريتي أمن القاهرة الشرقية بشأن ما بلغ لغرفة النجدة بالقاهرة فجر 8 يوليو الجاري بمحاولة بعض الأشخاص سرقة عقار تحت الإنشاء بزهراء العاصمة بدائرة قسم شرطة بدر، وإطلاق أحدهم عيارة نارية من سلاح ناري لترويع المواطنين ليتمكنوا من الهرب مستخدمين سيارة إلانترا بيضاء. هذا وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين تكوينهم تشكيلا عصابيا يضم 9 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بنطاق مديريتي أمن القاهرة الشرقية، تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الأسلاك الكهربائية ومستلزمات السباكة ومواتير المياه من العقارات تحت الإنشاء. كما ضبط بحوزتهم 3 سيارات يتم استخدامها في ارتكاب وقائع السرقات، بالإضافة إلى السيارة والبندقية الخرطوش المستخدمتين في ارتكاب الواقعة، وعدد من الطلقات وأسلحة بيضاء وكمية من المسروقات متحصلات وقائع أخرى ومبالغ مالية متحصلة من وقائع السرقة. هذا وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والوقوف على ما ارتكبته عناصر التشكيل من وقائع أخرى وملاحقة عملائهم. انعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإنهاء إجراءات تأسيس التحالف بمقره في القاهرة الجديدة، وذلك بحضور المؤسسات والجهات وأعضاء التحالف الوطني.
وترأس الاجتماع رئيس مجلس الأمناء المهندس خالد عبد العزيز. واعتمدت الجمعية العامة النظام الأساسي واللوائح الداخلية وخارطة طريق استراتيجية عمل التحالف الوطني 2024-2030 لتنطلق أنشطة التحالف الوطني بعد إنهاء إجراءات التأسيس بشكلها الجديد لخدمة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية. تقدم مجلس إدارة نادي الصيد بالأسكندرية والعاملون به وأعضاء النادي وأسرهم والرياضيون بالأسكندرية بالشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي لموقفه التاريخي العادل بتأجيل إخلاء مقر النادي العريق الذي تأسس في عام 1939 والنظرة الأبوية لشباب وأبناء الأسكندرية وأعضاء النادي وأبطاله الدوليين. كما أكد مجلس إدارة النادي أن الرئيس السيسي دائما ما يولي الاهتمام بالجانب الاجتماعي والرياضي والتنموي لأبنائهم. تشارك مصر في أولمبياد باريس 2024 في نسختها 33 بأكبر بعثة في تاريخها ب 149 لاعبا ولاعبة و16 لاعبا احتياطيا، 79 من الرجال و52 من السيدات في 24 لعبة أولمبية، منهم 4 لعبات جمعية وهي كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة، بالإضافة إلى كرة الطائرة الشاطئية سيدات. وتشارك مصر للمرة 22 في تاريخها في الأولمبياد العالمي، وتعتبر لعبة السلاح هي أكبر لعبة فردية ممثلة في الأولمبياد ب16 لاعبا ولاعبة، بالإضافة إلى 5 لاعبين احتياطيين. وتضم بعثة مصر 5 لاعبين حصلوا على ميداليات أولمبية، وهم علاء أبو القاسم، أحمد الجندي، سيف عيسى، سارة سمير، محمد إبراهيم كيشو. فيما يحمل علم مصر في حفل افتتاح أولمبياد باريس أحمد الجندي وسارة سمير. وأكد الدكتور ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية ثقته الشديدة في تحقيق منتخب السباحة التوقيعية لنتائج جيدة في أولمبياد باريس 2024. وقال إدريس إن منتخب السباحة التوقيعية يضم مجموعة رائعة من اللاعبات وسيحققن نتائج رائعة بفضل مستواهن خلال الفترة الماضية الذي نلنا به إشادات كثيرة محلية ودولية. المزيد انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو. أهلا ومرحبا بك معنا يا سيدي. يعني مشاركة مصرية تاريخية في أولمبياد باريس بأكبر عدد من اللاعبين واللاعبات، ما المنتظر من هذه البعثة؟ ولو تحدثنا عن عدد أعضاء البعثة أيضا. مساء الخير وازي حضرتك، وأنا بشكر حضرتكم على المتابعة والمساندة الإعلامية الكبيرة اللي حضرتكم بتساندونا بيها. أشكرك. طبعا دي أكبر بعثة في تاريخ مصر في كل الدورات الأولمبية، وده في حد ذاته حاجة مهمة جدا جدا لينا، لأن التأهل للأولمبياد ده حاجة مهمة. الموضوع ما بيبقى سهل، والتأهيل كل دورة أولمبية بيبقى أصعب من الفترة اللي قبلها، فإن احنا نبقى أكبر بعثة في تاريخ مصر ده حاجة كويسة لينا جدا. طبعا احنا بنلاقي دعم كبير جدا جدا من الدولة المصرية اللي احنا لازم نشكرها برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم غير محدود ما كانش بيحصل قبل كده. بنشكر وزارة الرياضة على الدعم الكبير واللجنة الأولمبية، بنشكر معالي الوزير أشرف صبحي. احنا اشتغلنا، كل الاتحادات اشتغلت على تأهيل الأولمبيات وتأهلنا للأولمبيات، وكل الاتحادات شغالة دلوقتي ان احنا نحقق احسن نتيجة ونرجع بأكبر عدد من الميداليات، نكسر العدد اللي حصل قبل كده في طوكيو. كجودو احنا الحمد لله احنا متأهلين باتنين لعيبة عندنا، يوسف السامي 60 كيلو و81 كيلو عبد الغني. عندنا معسكر في اليابان بقالنا حوالي 40 يوم، هنرجع يوم 15 وهنسافر ان شاء الله يوم 25. الحمد لله احنا استعدينا كويس وعملنا اللي علينا، يتبقى يبقى توفيق ربنا وان اللاعب يكون في يومه
في احسن حالته، واحنا حضرتك عارفه ان القرعه عندنا في الجودو بتبقى عليها عامل كبير جدا، فان شاء الله باذن الله يعني نعمل نتائج كويسه جدا. نعم، طيب بالعوده لما اشرت اليه حضرتك، مساله التنسيق المستمر مع مختلف الاتحادات وتوفير كافه المتطلبات فيما يخص اللاعبين واللاعبات، الى اي مدى ينعكس هذا ايجابيا على الجانب المعنوي ويساهم في تحقيق يعني ميداليات اولمبيه مهمه؟ حضرتك اهم حاجه في الموضوع في الجزء الدعم المعنوي، ان اللعيبه لما تلاقي ان وراها دوله قويه بتدعمها واقفه في ظهرها وبتذلل كل العقبات اللي بتقابلها، ده بيعود بالايجاب على اللاعبين. فاحنا في دوله قويه جدا، دعم بيوفر لنا في كل النواحي، ما فيش حاجه بتتاخر عندنا، اي حاجه بنطلبها بنلاقيها. يعني حضرتك لو متابعه اخر حاجه اللبس البعثة المصرية، أنا في وجهة نظري من أحسن البعثات اللي على مر التاريخ، اللبس بتاعها مشرف جدا، شكله يليق باسم مصر. احنا بلد كبيرة جدا، بلد عظيمة، لازم نلبس أحسن حاجة، لازم نروح بشكلنا يليق بينا، حاجة تمثلنا. فده كل ده دعم، اللعيبة بتحس إن الدولة ما بتعملش حاجة دلوقتي غير بتعملها صح جدا. نعم، طيب منتخب الجودو خاض بالفعل استعدادات قويه من اجل تحقيق نتائج طبعا متميزه خلال مشاركته في اولمبياد باريس لعام 2024، ما المنتظر من هذه المشاركه تحديدا؟ احنا حضرتك الحمد لله احنا عملنا يعني احنا عاملين موسم جيد جدا، كان اخره كانت بطوله افريقيا الكبار المؤهله للاولمبياد كانت عندنا في مصر هنا، وحصلنا على بطوله افريقيا المركز الاول فردي وفرق. الحمد لله استعدينا كويس جدا جدا جدا، احنا عندنا الجيل اللي بيلعب جودو دلوقتي كلهم اغلبهم من الشباب، ناس متميزين جدا، ان شاء الله احنا استعدينا كويس جدا، وان شاء الله نرجع بنتيجه مشرفه ترضي بلدنا وتليق باسم بلدنا ان شاء الله. يعني كل الدعم والتحيه لمجهوداتكم، ويعني نتمنى وننتظر حصاد ميداليات مهمه جدا في هذه المشاركه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا للاستاذ مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو. أمل كبيرة ينتظرها الشعب المصري من لاعبي ولاعبات الألعاب الفردية لتحقيق ميداليات ونتائج جيدة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وعلى رأسها رفع الأثقال والملاكمة والرماية والسلاح والجودو وغيرها من الألعاب. ومن أبرز الأسماء المشاركة في أولمبياد باريس كريم كحلة وسارة سمير في الأثقال، وزياد السيسي ومحمد حمزة في السلاح، وعبد الرحمن عرابي في الملاكمة، وعزمي محلبة في الرماية. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا علي البحيري الناقد الرياضي. أستاذ علي أهلا ومرحبا بك معنا إلى هذه النشرة الإخبارية، ولو تطلعنا على تفاصيل مشاركة مصر في أولمبياد باريس 2024. واحد. أستاذ علي جرب تاني. أستاذ علي هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال، ونعود مرة أخرى لتفاصيل النشرة. يشارك منتخب اليد في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 للمرة الثامنة في تاريخ مشاركته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات في تاريخه من قبل أعوام 1992، 1996، 2000، 2004، 2008، 2016، 2020. وأكد محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد أن منتخب الفراعنة هدفه تحقيق ميدالية أولمبية في أولمبياد باريس 2024 بعد النجاح في التواجد بالمربع الذهبي في النسخة الماضية بطوكيو. وأشار الأمين إلى أنه يأمل في تفوق الفراعنة في الدور الأول على الكبار،
قائلا إن المنتخب يستطيع تحقيق ذلك ولديه إمكانات ولاعبون على أعلى مستوى بتصنيف الكبار. مرة أخرى مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا علي البحيري الناقد الرياضي. أستاذ علي، برحب بحضرتك معنا إلى هذه النشرة الإخبارية، ولو تطلعنا على تفاصيل مشاركة بعثة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024. برحب بحضرتك طبعا وبرحب بكل مشاهدي إكسترا نيوز. يمكن طبعا بعثة تاريخية مصرية في أولمبياد باريس 2024 165 لاعب ولاعيبه بوقع معاك فاينل لاعب ولاعيبه اساسيين وطبعا 16 لاعب ولاعيبه. وردنا الآن هذا الخبر العاجل، حيث أعلن مصدر رفيع المستوى عن عقد اجتماع رباعي يضم وفود مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر وإسرائيل بالدوحة غدا. كما أضاف المصدر رفيع المستوى أن رئيس المخابرات المصرية ونظيره الأمريكي يرأسان وفود مصر والولايات المتحدة في الاجتماع المقرر له غدا بالدوحة بعد جولة مباحثات مكثفة بالقاهرة. تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط أسعار السلع في الأسواق، قام جهاز حماية المستهلك بحملات موسعة للرقابة والتفتيش على شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية بمنطقتي عين شمس والمطرية بنطاق محافظة القاهرة، وذلك لمتابعة موقف الأسواق على أرض الواقع والجهود التي قامت بها الدولة من أجل الوقوف على توافر وإتاحة السلع وانخفاضات الأسعار بالأسواق. وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك المتابعة الدورية والمستمرة لكل حلقات تداول السلع للوقوف على أسعار السلع الغذائية من المنبع والتأكد من توافر السلع من خلال التفتيش والمراجعة لكل الفواتير والمستندات الدالة على مصادرها. كما أعلن رصد توافر وإتاحة العديد من السلع الغذائية في كل حلقات التداول، كما أكد وجود غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين ومتابعة كل الحملات على مستوى الجمهورية ورصد أي ممارسات سلبية غير منضبطة بالأسواق، وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع. إلى ذلك، قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بحي عين شمس. وخلال الجولة أكد محافظ القاهرة أن كل أعمال التطوير التي تقوم بها الدولة تتم لصالح المواطن وتحسين الخدمات المقدمة له، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة تطوير وتخطيط منطقة مساكن عين شمس على غرار ما تم من إعادة تطوير وتخطيط ميدان الألف مسكن.
قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بجولة مفاجئة على عدد من المخابز بمدينة المنصورة وجمصة وبعض القرى المجاورة للمنصورة. بدأت جولة المحافظ من الساعة 6 صباحا، تابع خلالها عمليات بيع الخبز للمواطنين ومستوى جودة رغيف الخبز، كما قام بجولة داخل أحد منافذ بيع الخضروات والفاكهة وطلب من القائمين عليه بوضع الأسعار على كل صنف، ووجه بالالتزام بالأسعار الاسترشادية لكل المنتجات الزراعية والفاكهة. قامت محافظة البحيرة الدكتورة جاكلين عازر بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية لرفع كفاءة طريق دمنهور شبرخيطة بناحية دمنهور بطول 12 كيلومترا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كما وجهت محافظة البحيرة الجهات التنفيذية بالاستجابة الفورية لحل شكاوى المواطنين وإزالة أسبابها والتواصل الدائم مع رؤساء المراكز والمرور الميداني للتأكد من حل المشكلات بشكل فعال، خاصة فيما يتعلق بقطاع الطرق. كما شددت على بذل المزيد من الجهد لتحقيق رضا المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات والمرافق الخدمية. قام اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بجولة مفاجئة بمدينة طور سيناء، حيث قام بتفقد مخبزي حي السلام من خلال منفذ البيع للمخبز الاستراتيجي للمنتج وللمخبز الأبيض. كما تفقد محافظ جنوب سيناء مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة بطور سيناء، وأكد على أهمية السلامة الصحية وعوامل الأمن والسلامة، مؤكدا سياسة ونهج الباب المفتوح في كل الأوقات ولكل المواطنين والفئات لعرض مشاكلهم والمعاونة الفورية في الحل أو إيجاد الحل مع كل الجهات. بحث محافظ الوادي الجديد اللواء دكتور محمد زملوط الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمحافظة. جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وتناول اللقاء وضع برنامج زمني للانتهاء من أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمدينة الخارجة وإدراج المحافظة ضمن مشروع الخريطة الحرارية الذي يهدف إلى تنفيذ عدد من المشروعات والأنشطة التي تعمل على علاج الأثر الحراري والحد من ارتفاع درجة الحرارة. ختام جولة السادسة. لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على شاشة. نشكر لكم طيب المتابعة، تقبلوا تحيات آلاء شتا وسمر الزهيري، إلى اللقاء.